مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج السوشيال. مثل ما عودناكم من خلال شبكه منصات الاعلاميه، نقدم كل ما هو جديد ومواكبه لمختلف المواضيع على الصعيد المحلي والعالمي. العالم الافتراضي لازم ما نتعامل معه على انه هو حقيقه كامله. العالم الافتراضي وجد لخدمات معينه، وجد لغايات معينه واهداف معينه، وبالتالي يجب ان نؤدي هذا الدور من خلاله، ولازم أن لا ينسينا حياتنا الحقيقية. كمان السوشيال ميديا استباحت البيوت، بطل فيه سرية. بجوز بنواجه أكبر مشكلة عنا هي موضوع البطالة. يعني نحكيها بمنتهى البساطة، إحنا كل القطاع الخاص هو مشغل للأيدي العامة، لكن إذا كوني أنا بحكي على موضوع الصناعة اليوم وقسمنا القطاع الخاص إلى قطاعات، بنلاقي انه القطاع الصناعي هو اكبر مشغل للايدي العامة. انت حتى لما تقعدي مع ناس تلاقي انه فكر ده مختلف عن فكر ده، تمام، الافكار مختلفه عند الناس. فهي دي الـ هنقول ايجابي، الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه موجود في كل مكان. فرضا انت دخلت بيتك، في ممكن تحسي انك انت البيت ده فعلا ايوان انك مش مرتاح، وممكن تخشي تقول انا ما برتاحش الا لما ادخل بيت. احنا بكره ما حنصير مسنين، اكيد احنا ما حنصير كبار بالسن. اذا رعايه هؤلاء كبار السن، اللوم والعتب علينا احنا اولا، لانه الدائره رح ترجع. تمام، هلا هم بحاجه الرعايه منا احنا، ولكن احنا بكره لما نكبر احنا كمان بنصير بحاجه للرعايه. فاذا خاف رب العالمين بهؤلاء الكبار، لا تعنفهم نهائيا. ليه؟ لانه اذا انا بدي اربط لك معلش بنقطه واحده ما بين الاطفال بتعنيفهم ولكبار السن بتعنيفهم، اذا بدنا نحط انه ايش الاشياء اللي بتتشارك مع بعضها، ممكن احكي لك فقط بالتعنيف الجسدي، انه هون بينضربوا وبيتحقروا وبينحكى له الفاظ بذيئه وبابا، وكذلك كبير السن. دائما اللي بيطلع بسرعه بينزل بسرعه، هاي خديها قاعده، خصوصا على السوشيال ميديا. ميديا هذا بكون هيك غمامه صيف عدت فجاه، الناس انبسطت ضحكت مرة اثنين ثلاثة. لما تكون المحتوى متكرر ما في شيء إيجابي بعاود يختفي، ما رح يبقى. أنا مثلا في كتير صفحات على الفيسبوك على التيك توك بحترمهم كتير، لأنهم بيقدموا محتوى إيجابي. على سبيل المثال وبذكر أسماء، محتوى معين بيجي اسم تخيل، تخيل هذا بيقدم فكر ومعلومات جدا 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 قيمه. مرات في ناس مثلا من اول بطوله بينكسر. انا لما لعبت بالاولمبيات كنت مرشح ان اجيب ميداليه، كنت انا حتى حملت علم الاردن، لانه كان في انا الوحيد كنت يميتها مصنف بالاحسن تصنيف، كان بالوفد الاردني المتاهلين على الاولمبيات، كنت انا عملت العلم، كنت مرشح ان اجيب ميداليه. فلما لعبت طلعت من اول دور، خسرت مع اللاعب، وبصراحه ما كنت خسران، وحكيتها كثير ان انا ما كنت خسران بالاولمبيات، ولحد هسه انا مش خسران بالاولمبيات، كنت لازم افوز وكنت لازم اجيب ميداليه. يميتها بضاك اليوم انا انكسرت، بطلت احب الملاكمه، بطلت احب العبها، بطلت احب يعني كرهت الملاكمه، انه خلص انا ليش لعبت ملاكمه، ليش وصلت لحالي، انا قطعت حياتي 3 سنين وانا قاعد بس بستعد للاولمبيات. خلينا نحكي عن وضع الشباب في الاردن حاليا وعن دورهم واهميه تفعيل دورهم في المجتمع الاردني. يعني سؤال مهم جدا، كون الشباب بيمثلوا الشريحة الأوسع في الأردن، وحقيقة هم عنوان للعنفوان وعنوان للعطاء والبذل والتضحية والبناء. والحقيقة حتى ما أخذ من وقتكم يعني باختصار، الشباب في كقوة مركزية بكل هالطاقة الخلاقة والعنفوان والقدرة على البذل والعطاء والتضحية اللي بيمتلكوها مغيبين عن دورهم.